بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. طبعا إذا كنت تفكر في شراء هاتف فأعتقد أن هذا الهاتف رائع جدا، شبيه لسامسونج جالاكسي S7 والذي مواصفات رائعة جدا أيضا وثمن رخيص جدا. سوف أقوم بعمل مراجعة له ولن أقوم بوضع قرعة له. لماذا؟ لأنه حتى أتأكد بأنه تم التوصل بعض الإخوة الذين لم يتوصلون بعض، يعني هناك شخصين بالجوائز التي كنا قد قمنا بوضعها ثم أعمل يعني القرعة للهواتف في المستقبل إخواني الكرام. وبالنسبة للكاميرا التي قمنا بوضع عليها يعني القرعة فسوف نضع يعني أو المسابقة سوف نضع القرعة يوم الخميس المقبل حتى أتوصل بالرد من الشركة إذا كنت سوف أضع قرعة لكاميرتين، فكاميرا واحدة بطبع الحال يعني سوف يفوز بها شخص معين. لم أتوصل بالرد حتى الحين. هذا هو الهاتف إخواني الكرام، فكما سوف تشاهدون شكله يعني قريب من سامسونج جالاكسي S7 إليفون S7 كما سوف تشاهدون. لدي بطبع الحال بعض الإكسسوارات، يعني هنا الغطاء الواقي الخاص بالهاتف، وهنا يعني الشاحن كما هي العادة كما سوف تشاهدون، أو الكيبل الخاص بالشاحن كما سوف تشاهدون، ثم أيضا يعني الشاحن إخواني الكرام، وسوف نقوم بتشغيله وعمل مراجعة له كاملة إخواني الكرام. طبعا هذا هو الشاحن الخاص بالهاتف، فسوف مباشرة أقوم بإزالة له يعني هذا الغطاء البلاستيكي عليا مثبت بشكل رهيب جدا صراحة. لو الهاتف إخواني الكرام رائع جدا صراحة، شكل يعني أنيق. طيب من خلال بطبع الحال قراءة المواصفات الهاتف أيضا يعني رائع جدا في المواصفات، فسوف نقوم بفتحه ثم سوف تجد هذا هو الهاتف هو شبيه يعني بشكل جالاكسي S7. سوف أقوم بتشغيله. طيب إخواني الكرام الحين فتحت الهاتف وسوف نبدأ في استعراض المواصفات الخاص به. أولا هذا الهاتف يعني حقق شهرة كبيرة جدا صراحة، ولم بحثت فيه يعني بطبع الحال ولم أجد أي مشكل يعني في الهاتف قد ذكره أي شخص، بالتالي أحببت أن أشارك معكم بعد أن توصلت به على موقع جيربست. الرابط الخاص بشراء الهاتف سوف تجدونه أسفل الفيديو. طيب سوف أبدأ في استعراض المواصفات الخاصة بالهاتف. فأولا أتى بشاشة 5.5 إنش Full HD دقة 1920 في 1080 بيكسل. الهاتف يعمل بالمعالج من شركة ميديا تيك الإصدار هيليو إكس 25، ويشتغل بأندرويد 6.0 يعني مارشميلو كما سوف تشاهدون إخواني الكرام مارشميلو. باقي المواصفات الخاصة بالهاتف صراحة يعني فهناك نسختين من الهاتف، سوف تجدون رابطين للنسختين. نسخة 3 جيجا بايت في الرام سوف بطبع الحال يكون الثمن الخاص بها منخفض جدا، ثم نسخة أخرى التي أتوفر عليه الحين يعني ب 4 جيجا بايت في الرام، ثم أيضا الذاكرة 64 جيجا بايت يعني ذاكرة كبيرة جدا إخواني الكرام. الهاتف أتى بكاميرا جيدة، أصلا يعني هذه الشركة تقوم بوضع كاميرا رائعة في هواتفها إخواني الكرام، وهذا بدون مشاكل صراحة، سوف تصور صور يعني بدقة جميلة جدا وأيضا الفيديوهات. الكاميرا الخاصة بالهاتف الأمامية 5 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية بدقة يعني 13 ميجا بيكسل. الهاتف يأتي بشريحتين يعني ويدعم واحدة منهما يعني تدعم تقنية الجيل الرابع 4G، ويمكن لك استعمالها مع أي شركة الاتصال إخواني الكرام. باقي المواصفات الخاصة بالهاتف البطارية التي هي مهمة 3000 ملي أمبير، ويدعم الهاتف يعني البلوتوث والأشياء الأخرى التي هي مهمة في أي هاتف إخواني الكرام. الرابط الخاص بشرائه كما ذكرت سوف تجدونه أسفل الفيديو. بالنسبة كما ذكرت الإخوان الذين يحبون يعني الشكل سامسونج جالاكسي S7 فهذا الشكل يعني مشابه له، والشركة هاتي الحين يعني تفكر أو بصدد صناعة هاتف أيضا شبيه لسامسونج جالاكسي S8 شكلا إخواني الكرام، وقريبا سوف تطرحه. بالتالي سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو، وإن شاء الله
في مستقبل المراجعة سوف أقوم بعمل مسابقات لبعض الهواتف الأخرى. لا تنسى دعمنا بالضغط على لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع. وأيضا زيارتنا على موقعنا www.tegla5.com ولما مشاهدتنا على فيسبوك facebook.com/حافظ81فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.